فرحك بكرة نشوفك وانت محفل على مقامك وزاهي صباحك بكرة نشوفك يابا تتاوي كل يوم في الشباك وتزيد فيه مرضك وتعاين لي أم كيكي وتزيد فيه همك. وقت بعاين بالشباك دار اسمع غناي دار اسمع دواي وام كيكي أم كيكي تقول غناهي أبوك يا سكر هداي غلب القول والمرسال غلب المشي للشباك داري سمعني صوت يعالج عصبي ده ولا المرسال قادر يمرقها عشان يجيب لي الصوت اسمع قول اولاد النور قول اولاد النور وقولنا عند الشيوخ في البصار خليهم يشيلوا وخدوا انت ما تتعب نفسك وخليك ما تزيد مرضك تعال يا ابو أولاد النور نحن من بطن واحدة وما كان العشم نجي نقعد في كلام زي ده لكن طول السكات بيحرق الحشم شنو جاي تقول يا إبراهيم وبرد قلوبنا ودم أخوي موسى لسه ما برد في الوادي موسى أخوي تعرفه فارس ما بيتغلب في قتال لكن الغدر أسمع كلامي يا جابر لما الغريب يجينا في مجلسنا لازم نسمع كلامه ونوزنه كمل يا إبراهيم إسماعيل في الوادي إبليس غشاه وموسى فحل الدروب بقبل أقاه كم عيون الغضب كان إسماعيل في السكة خطاه وموسى فارس تخاف الفرسان تتلقاه
لكن وقت غراف سكين اسماعيل شرقت بوراه. وموسى تمدى ودمسك الوادي والوادي بكاه. وتلموا الرجال ايديهم غربال ودم موسى ما بيتلم. وكجينا ابراهيم مرحب بك، رسالتك وصلت. لو داري تقيل تقيل، ولو داري تمشي ظهرك بامان ما بنقدر بيك. ونتشاور يا ديه يا عفو يا قصص. المجلس انفضى يا ابوي. والراي؟ رجعوه للمشورة في بيت حامي. نحن ما صدقنا الواد رجعت له المشاوير. يقوم اسماعيل الدروب تاني يقطعها. وبعد قلنا النفوس الطايبت، أتاري اسماعيل لسه قلبه عكران من بيت حامد ولا نسى. 20 سنة يا سكرة وما نسى؟ وقتين الحرابة دخلت خشم البيوت، اسماعيل ده لسه شافع. لكن أمه رضعته الحقد وقلبه أسود عليها الموسى. يعني تاني 20 سنة تتقطع الدروب. الله يفرج يا أبوي، وتاني القلوب تتصافى. طلع إبراهيم ده خليه، إسماعيل الما بسمه الضفر من أخوي موسى خليه، لكن أقسم بالله العظيم أولاد بخيت ديل كلهم ما يقطعوا الوادي للكتل فوق أخوي. أسمع يا جابر، حسي الكلام سخن وليه ما بتشوف لقدام الكلام؟ أكسره عشان النار ما تولي 20 سنة تانية. النار لو بتنطفي إسماعيل ما كان ده الساعة 20 سنة تحت الرمل. أنا نارين 100 سنة وبتنطفي. عشرين سنة بعد ما قلنا خلاص صوت الحرابة سكت تاني نسمع. بعد ما قلنا خلاص نبيل شوقنا في الوادي تاني الوادي يسقيه الدم. الزمن اللي قبل ده عشناه يا سكرة، طعمه 20 سنة حرابة ما روحته. عشان كده قعدنا صابرين، وقدر ما مشتهين غنانا في الوادي، الوادي مشتاق ليك وانت بتقطعيه وقلبك بدق ما من الخوف، من الشوق وتتصل الفريق والسالم الناس وتطول في القعاد. تطيب الناس وتطولي ليه بعد العيشة، وانا قلبي بارد ومطمئن عليه. وليبس الغنى في حلق ابوك ويبس يدينه، ان حتى البكا ما قادر يغنيه ولا يحذفه. لكن كان طال القعاد تاني الوادي انا الماشي ليه، والبيبقى يبقى الوادي يابا لسه غدار وريحته الدم، وانا ما بحمل الدنيا بلاك. وهسه الرجال ما بتفرز المارق عشان شوق ولا المارق عشان كتار. وحكيك عن الوادي زمان حفظناه، ولسه عندي له امل ورجع ومنقطعه معاك، وفي نصه نلعب. لكن هسه الوادي لا بنشق ولا بتمشي. سرت قلب امك وطفيت نارا،
من التصغير فارس وقدر يقول. والله يا اسماعيل لو ما خايفة تقول أمك جنت كان زقرت وغنيت. سكت يما يما وسكت عليك الله. لو النار انتفت في قلبك أنا يا داب النار ولا في قلبي. مالك يا اسماعيل تارك وجبته ولا خايف من سلاح أولاد النور على رقبتك؟ في رقبتي شلتها. في رقبتك خطيتها ورفعت عين أمك. دموسة في رقبتي. الفارس اللابس زم لابد لام. كتلة الهويين ما بترفع راسنا. والفارس بقتل الفارس. الفارس بقتل الفارس في الميدان في الهرابة. لكن ما وقت أدونا وأدينا مع الأمان. سكنتي تقدرهم. هم غداريين. وابوك مات مغدور ما في الحرابة. مشيت ورا قولك يما قال قلبي بالقراها لكن ما لقيت خير الندم. من زمن البعيد والعلم في الوادي ده شرقه وده غربه والجميع تلقاه كان زرعه والله حصده فرحه باللعبة. الوادي لمه لا خان لهوت للوادي خان دربا وبخيت هدايا النفوس يسمعنا من الكلام عزبا. حوايا حكام طلقلوب بلغل يموت طربا. اشتهي لي من أيام زمان شربا. الزول يا سكر لما جسمه يغلبه ما فضل له شيء الا غير الرقاد. وصوته كان غلبه يرد لحوايا غناها ما فضل له شيء غير السكر. يا ابوي الزول كان غلب المرض معذور. المرض بيهد الحيل. قلب بيهد الحيل وبيجيب المرض قلة الحيلة. مين بيسكي صوت الحرابة؟ لو صوت الحرابة كان سكوته بإيدك كان سكتته. لكن الراي ما عندك. كان في إيدي البلين قلوبهم وبنور عقولهم ويخليهم يقولوا كلام الزهن. بكرة طيب وتقف نصهم يا أبوي. جاء الوقت أن نرد لأهل إسماعيل قوله. براك عارف يوم الجميع كان خطنا حرابة الدم ما بقيف وكان طلبنا الدية بدفعوها. والدية ما بتعوض موسى لكن بتجبر في النفوس. شن قولك؟ قولي بقوله بعد أشوف إسماعيل قدامي. أها يا شكرا. حامد أداهم مرسال عشان يوريهم قول نصرة. ايت الراي ده يا حلاها وحلانا من الشبك ولا شبكنا تاني ما لقينا اللي حلها. المرسال البيجيب القول كعاب والخبر البيجيب السول صعب. نرجاه بكرة ما يطول علينا الصعب.
والمرسال التقيل بتقدر صاحبه بالتعب. ده كلام وانت سمعته يا اسماعيل، والحق حق. ولو جينا للراي انت ولدنا وافترض نخوتك في وسطنا، لكن قلت الحق عهدنا لون نسمع ونكفي خشم البيوت تعب 20 سنة وموت ناس كتار. الدنيا دقاق وبجراية. مالك طولت يا السكرة؟ لقيت السماعي وشوفي على الناس، الفريق صار بقينا ما نعرف وصلنا خير ولا شر. وصلنا حيرة، والناس بقت ما عارفة اللي بيحصل شنو. إسماعيل بيجي ولا ما بيجي، وحتى كان جا ما معروف بيمشي بيت نصرة ولا لا. فعلا فعلا وصلنا حيرة. تاني اتكتب علينا نلوك الصبر من جديد. ارفع يدينا يا الله، ربنا يكفينا شر الحرام. كم مرقت من الباب ده يا اسماعيل؟ امك ما عافيه ليك يما. ده حق الله، خلينا نمشي لنصرة وموسى تعافي ليه بعد ذاك افوك يما. نصرة ما بتعفي يا ولدي، نصرة ما بتعفي، الجنة حار. جد دوقنا ليها يما، لو طلبت الخصاص ده حقها لساني عافيني من الدم اللي في رقبتي. رحمة الله خلى في دينا الأفو والقصاص، لو ما جيت أم سامحة علي. أمك عافية منك من بدري يا ولدي، لكن ما تمشي القصاص، القصاص حار يا ولدي حار. حار على أمه ما ودعته، أنا هسي قدامك توديني وتتيقني لو ما جيت، لكن أنا موسى ما خليت لأمه فرق عشان توديه. لو منتظرين انه يجي ما بيجي. اسماعيل ده غدار وخواف وانا بعرفه، لكن انا بعرف من وين اجيبه. وكان جاي يا اسماعيل اقتله. ان قتلته بتركتك ببقى ما عليك لوم يا جابر، الا بعد ما حامد اداه الامان. كان قتلته بتخسر خشم بيتك يا جابر. دايرني اشوفه شق الفريق واخليه، دي حقاره ما بعد حقاره. زمان كنا بنرجعهم معزومين، والله خاطبين، ولا زايرين مريض، ولا جايين لي واجب. هسه بقينا نقيف هنا ونرجع. يا زول شايل روحه، ولا ما في زول جاي من طريقهم. اللي بيجوا هنا بيجيبوا يقفوا هنا شايلين سلاحهم ويقطعوا درب الوادي ليه تارم. لكن بعد وقفة الحرابة ما في زول كتل غير موسى، ولسه ما قامت الحرابة. الحرابة اللي كانت زمان كانت في دم واحد، 20 سنة السلاح ما وقف. رجع سكينك ليه جرابة؟ داير تقيف مع الكتل والدخوك يا عمي؟ احنا نقيف مع كلمتنا، وقد اديناه الأمان يخش بالأمان. وراح يا إسماعيل. Thank you.
ما كان نمشي معهم يا إبراهيم. ما دارين نستفز أولاد النور ويقولوا حارسينه. لو قبل ما يمشي لنصرة وقد ربيه. ما تستعجل الأمور. لو أخذوا قصاصهم في بيت نصرة من حقهم. ولو غدروا بيو أن إحنا كمان عندنا كلام تاني معاونا. يا أخوانا قدامك يا أبو موسى. ودار السوي من حقي. إنت لما طلعت سكينك يا إسماعيل كان عينك في عين موسى؟ لا كان مديني ظهره. وموسى إسماعيل؟ موسى فارس ومية زي إسماعيل ما بقدر له من قدام. ولما كانت داك ظهره كان مؤامنك؟ لكن أنا خنته. ليه؟ ما بقدر عليهم. وبرضو ليه؟ من قمت صغير أمي تملاني نشيل تر أبوي. وأمك حسي كيف إسماعيل؟ خليتها والتراب في راسها والبكا ما خلاها. يعني عارفة فقد الولد؟ حسي يرفته. أنا دايراها تضوقه زي ما ضوقتني فقد موسى ولدي. ضاقته. آخر حاجة في عمرك إسماعيل، موسى قبل ما يموت يتكلم؟ أيوة. قال شنو؟ ما أعرف لو ريتك صدقيني ولا لا. لحظة زي دي الكذب فيها صعب. قال لي يا فيلق يا إسماعيل، لو ده وقف الدم تاني ما يسيل في الوادي. دول ما عزبني. لو كان شتمني ولا حتى هدرني بعينه كان ريحني. ده ولدي موسى وأنا أمك يا موسى. قوم قوم يا إسماعيل. إنت جزاك عين رب العالمين. وموسى الما صايم جزاه عين ربه. ودم حقا دم ناس كتار. موسى حكان الدم الفتى للسلام روحا. موسى استقى الوادي وعطر بجروحا. موسى العدى بإسماعيل بموت وخلى الدروح مفتوحة. ديت ميتة يا موسى خلتك حي. ديت ميتة يا موسى خلتنا ما نقدر نسوي شيء ونحن حيين. ديت قدرة يا نصرة خلتك حنة من الوادي تسقي الناس حكم وانت قلبك عطشان شوق على موسى. يا هدى فريقنا ويا هدى الناس. جينا نقول قولنا وان شاء الله يكون اخر كلام. طالما نصر عفت وإحنا قعدنا قلنا العفو خير. لكن زيادة على القول عايزين نشوف شنو اللي بيجبر الخواطر بيننا وبينكم. بعد عفوكم ده يا حامد ووقفكم ده تاني إحنا اللي بيرفع سلاحه من ناسنا عليكم بنعاقبه قبل ما نجيكم. يعني شنو الضو؟ أشوف السوق ماشي قدامي وبضحك كأنه ما حصل أي حاجة. أنا الموت هولي كده. أعقل يا جابر. أمك أفت والمجلس أفى. وأنا ما عندي حق في دم موسى أخوي عشان المجلس ما يشاورني. موسى ده ما كان أخوي بس كان رفيق وكان صديق. في كلام إسماعيل؟ موسى الله يرحمه ذاته ما داير حرابة تقوم. إسماعيل غدار والغدار كذاب. بعدين وين الحرابة في حقي؟ عندك حق بعد كلام الكبار؟ أيوة عندي. مالك ساكتة يا أمي؟ بعد ما مرقت من الفريق ما كنت مصدقة إنك ترجع ولا من خطيت نفسي في محل. وموسى نصرة وموسى أنا مفتكر تشيل الذنب من رقبتي. رجعت لي وعدتني يميل ما بنساه طول الأمر. وأنا كمان يا إسماعيل. لكن المغص على أبوك عمتني يا ولدي. دخل شنو يا جابر؟ سمعته يا عمي حامد. دار تقصر كلمتنا؟ أنا داير حقي في دم أخوي موسى وما شاورتوني. بعد ما قربت تنطفي تاني داير توليعه؟ داير أطفي ناري. أسمع كلام عمك يا جابر. عمي ما سمع كلامي وعفى. طيب تعال معانا في النص وقبل الدية. هو في تمن لدم موسى أخوي؟ مالك فيش نيا سكرة.
أنا بقيت سمعك وشوفك في الدنيا دي يا أبوي، ولو بمرادي أشوف ليك السمح وأجيبه ليك عشان تشوف، ولا أسمع ليك السمح وأجيبه أسمعك ليه، لكن ما داير أدس عليك. بدل ما تطحني بالكلام قوليه. جابر أبى العفو وقال داير الغصاص. بعد كلام ناس حامد وكلمتهم؟ مجلس ناس حامد انعقد تاني، وحامد قال طالما جابر أبى ده حقه. ده كلام غريب جدا يا حامد وجديد كمان. دليتنا يا ابراهيم واستعجلنا وقلنا بعد كلام نصر ثاني ما في كلام، لكن جابر ركب راس. لكن انتوا اديتونا كلمتكم. ما قلنا غلطنا، لكن ما زي غلط اسماعيل. لكن اسماعيل انتوا ما عفيتوه. نحن ما اخوه. واخوه ما عندكم على كلمه؟ عندنا لكن ما في حقه. نحن الكلمه عندنا شرف، ولو بقت ما عندها معنى عندكم ما بتلزمونا. خلوه يصل محل ما وصلت نصرة، يمكن يرجع. نحن تاني يوم نديكم رقم اسماعيل بعد ما عتبتوها. أصبحنا كمان لقينا قلبي بكينا، أحكى ما بيتوصي ولا بخيت كمان بيهدينا. يابا جسمي كم ما شايلني، بجر جر ان شاء الله جر في الشوك. يابا ابوك هداه يا سكره، شغلت الجول. ان كان موسى بيدمها دار يوقف القتال، ابوك ما عنده همه تمر على الرجال. يابا الناس قاعده تشيل في السلاح، ومكيكي ماشيه تحميك ولا ماشيه تخليك تكاتل؟ ومكيكي على الجول سلاح بيوقف سلاح. اقعد في محلك. لو حامد بالقوة داري مشي قولة، نحن القوة عندنا. لو قصاص هم عفو، ولو النار دارين نطفيها هم أبو، خلاص نحن نولعها. لو مركت يا جابر نمرق معاك، هلاك حقك، لكن عشمنا نرجع أيام زمان. وانا عشت ايام زمان. لو صبرت بطار الطعامه اسمح من طعم الحرابه. نحن فرسان قمنا على الحرابه، لو ما دارين تمرقوا معاي في حق الخليتو بمرق براي. وتخسر خشم بيتك. خشم بيتي هو اللي بخسرني. جاينا بعد العمر ده، العمر عدى، لا ذقنا حصاد لا غنينا غنانا، جاينا بعد دقة الحرابة. نحن قصرنا، طوال نسمع صوتهم منتظرين انهم يسكتوا شوية، يمكن يروقوا نلقى فرح، لكن نقلبها نخليهم يسمعوا صوتنا، يمكن يتذكروا طعم الفرح مرة. داير تجيب بقالتك دي نص الحرابة؟ يا قتلونا يا خلونا نجينا.
جبريل رجل أولاد النور لم النسوان بخيت الحداي وحواي الحكاوة ما تبينت منهم لكن شايلين سلاح وماشيين على النص الوادي سلاح ناس بخيت الجن ولا شنو؟ ابي اجيبهم من نص الوادي شنو؟ بعد شيء الوادي ده لا يفرز بخيت ولا يفرز لغيره. انا برضه ما هموني. لا بهمك بخيت ولا حوالي حكامة ده لو فضل في الزمن حبة كلام وصفوه الناس تنسانا وتتذكر كلامه. اسمع يا رجال. أنا احنا ناس حامي الديل كاتناهم عمر واي حاجة ممكن نتوقعها منهم. وما عارفين خدتوا بخيت وحواي في نص الوادي ليه؟ ونحن ما بنشيل ذنبهم حتى لو شالوا السلاح. ماشي وين يا اسماعيل؟ لو جابر عاوزني انا في حلم من دمكم. ده طبعه اسماعيل الغدار قادر بس على العزل. غير حق فيه بزيد فوقه حق بخيت وحوا. يا جابر لو روحي بوقف الدم يا هدى روحي الى المره ده لو قتلتني يبقى خنت الكلمه من فريقي ولو انا قتلتك يبقى بدينا التار من جديد. انت خايف يا اسماعيل؟ الحسن لحد نهايه الموت ما بخاف. هو يا جابر كان داير دم اخوك في رقبتي انا الربات اسماعيل على التار. يا جابر هاي ده موسى ما في الرقاب ده موسى في حلها. وموسى المات كان بيحلم بالدنيا اللي بنحجيه بيها دنيا فيها الوادي عمران دنيا فيها الحصاد فيها الأعراس دنيا فيها غنوات بخيت الهداي وحواي الحكامة. طول العمر ده قادر روحنا كتيننا ودفننا الفرح ده لما طعمه بقى بعيد. صح لا طعم حصاد ولا عراس لكن طعم يجيب الفرح والعراس والأفراح.
تنوح تنوح بين النفس الطالع نازل نازل منتظرين أحلامنا تلوح تلوح بالتعبير الصادق ندي الصادق ندي قصة زول ناس بالهمة العالية شادوا المجد العالي صروح بكرة نلاقي وعد الأخضر بكرة نغني والحسرة تروح تروح